عندي تصور عنك وصححني لو انا غلط، مجرد تصور كونته من شخصيتك ومن اللي انت عشته. اللي انا مذاكراه كويس. قوليلي. انت اتعرضت لفقد اكتر من مره في حياتك، وقصص فاشله احيانا، هل ده زود جواك المخزون الانساني من التجارب القاسيه الى حد كبير، وخلى عندك الطاقه دي موجوده جواك بتطلع من خلال التمثيل؟ فده بيبان قوي في ادائك الحقيقي قوي اللي متصدق قوي في كتير من المشاهد، يعني بدايه من فقد الوالده الله يرحمها في سن صغير، وانا قادره افهم ده كان عامل ازاي كويس لاني عشته، كمان فقد ابنك ودي حاجه مش سهله ابدا، ده حته منك تعب منا دلوقتي، وقصص حب ما تمتش يمكن سابت جواك اثر شويه. كل ده عمل فيك ايه؟ طلع ايه؟ خلق ايه جواك او غير فيك ايه؟ يعني طبعا غير جوايا حاجات كتير وساعدني كتير ان انا الاقي مشاعر جوايا انا ما كنتش لاقي لها اجابات، وحاجات كتيره قوي، اجابات كتيره قوي في حياتي انا ما كنتش لاقي لها ردود وعرفتها مع الوقت. بس اللي انا متاكد منه ان كل حاجه بتحصل لنا في حياتنا هي خير، وكلها بتبقى لو احنا دورنا على احسن سيناريو في الحياه هيبقى هو ده، مش هيبقى في حاجه لا احسن ولا هتبقى في حاجه رغم ان هو اصعب سيناريو، يعني رغم ان هو ممكن يبقى اصعب سيناريو بس ممكن كان يبقى في حاجه اصعب لو ما ده حصلش. بيبي ثمره حب واول بيبي بالنسبه لك وفرحه، ورغم ان قالوا لك كمان انه هو في صحه مش جيده قوي وانت كملت وقلت لا هنكمل، صح؟ ده حقيقي. ليه ده حقيقي. فكنت ليه كملت؟ مصر يعني اصرار جامد. ليه كملت؟ لان اصل يعني الحاجه دي يعني كلنا امهات فاهمين قد ايه الموضوع ده بالنسبه للام او الاب صعب، ان انا ابقى عارف ان انا ابني تعبان او كده بس برضو اكمل فيها، دي ليها تفسير عندك انت. بصي انا كنت مقتنع بحاجه، ان انا مهما احنا واصلين دلوقتي من بروجرس ان احنا نتابع حالته او نشوف هو ماله هو في ايه او بتاع، احنا ما عندناش اي دليل او ما فيش اي حاجه انا ماسكها في ايدي على ان هو ممكن يفضل كده او ممكن يخف. انا ما عنديش دليل، ما بس عنديش اليقين ان كان في امل. اليقين ان كان في امل، وان انا كنت دايما عندي مبدا كده كنت دايما بقعد اقوله لمنى، قلت لها انا مش عايز اخش في الصراع بتاع ان انا ماشي يلا نروح ونسقطه يعني، وبعدين اخش بقى في صراع بتاع ايه، طب افرض انا كنت استنيت وربنا حط فيه معجزه في اخر شهر وحصل اللي حصل وخف وبتاع، كان دي هتفضل تطاردني طول حياتي. وفي قلق تاني كمان على منى وصحتها. طبعا قلق على منى وصحتها طبعا، فطبعا ده بيبقى برضو. فطبعا انا كنت بقول لك ده كان هيبقى صراع كان هيطاردني طول حياتي، وعمري في حياتي ما كنت عمري ما كنت هلاقي رد على السؤال ده، لان ده حاجه غيبيه عمري ما هعرف ارد عليها. ففكره ان انا اكمل المشوار ده لغايه اخره، ده كان عشان انا من الاخر كده انا عايز اسلم ارادتي لربنا، انا مش عايز اخش في قصه ماذا لو خف ولا لو كويس لو بتاع، لو ربنا مقدر له حاجه هيشوفها.